مغامرة كبيرة بتكون الريسك فيها عالي، مخاطرة، والتجارة مبنية على المخاطرة، لها مزايا ولها عيوب. أنا البورصة يعني شغلة مخاطرة. الميزة في البورصة إن فيها مكسب سريع، ممكن واحد يشتري أسهم سعرها بيبقى نازل النهاردة، بعد أسبوع اتنين تلاتة سعرها بيعلى فبيكسب مكسب سريع. ده الجانب الكويس فيها. على الجانب اللي ممكن يكون فيه مخاطرة، إن ممكن الأسهم اللي اشتراها النهاردة بعد أسبوع تحصل حاجة فالأسهم تنزل فيخسر. البورصة حالياً وضعها يعتبر وضع إيجابي، عشان كده الناس مقبلة، السوق بدأ ينتعش الحمد لله، في تعافي كتير جدا من الأزمة الاقتصادية اللي كانت موجودة. ولكن هي زي أي شيء، الإنسان بيخش البورصة بيلازم يحط حسابات معينة لمخاطر معينة. إذا كان في نوع من الحماس حول سهم معين بتلاقي فيه اهتمام أكثر، بس كلما كانت السوق متطور أكثر وفيها أسهم أكثر وفيها يعني نمو أكثر، كلما كان فيها فرص أكثر يعني جاذبية أكثر. في ناس يعني تضررت من هذا الموضوع كثير، في ناس وصلت فيها أنها تبيع بيتها وتبيع، فجلست الآن بالإيجارات بدل ما كانت تملك بيوت ملك. السوق بلش بشكل عام مو بس أسهم وبورصة، بلش أنه يتقدم لقدام، فالناس هلا بتتجه على الشركات اللي كانت اسهمها نازله بهاي الفتره اللي صار فيها الكرايسيس، وبلشت هلا ترجع تستثمر فيها من اول وجديد على امل انه يصير فيها المرابح اللي كانت اول. عم نحكي عن البورصة، والأكيد أن البورصة هي سوق التبادل يعني بين البائع والمشتري، تبادل الأوراق المالية، وهذه السوق تعتمد على ما تطرحه الشركات من أسهم. فكيف يستطيع الشباب فهم الفرصة الأهم والوقت الأنسب للدخول في عالم هالقد يمكن عنده خفاياه وكواليس ودهاليز والبورصة حتى يحققوا الربح، ومثل قال جعفر الربح السريع، لأنه شباب اليوم بدهم يكسبوا فلوس كتير بوقت قليل، وكيف فيهم يفهموا لغة السوق، وكيف فيهم تكون النصيحة، من وين تأتي النصيحة؟ حول هذا الموضوع أريد أن أرحب بالضيف اللي واصل، وهلا بتشوفوه على الوصلة فايد. أهلا وسهلا بالسيد يحيى عبد العظيم، مدير التداول بشركة دلما للوساطة المالية. أهلا وسهلا فيك، وين رحت يا دكتور؟ تفضل تفضل، ما تستحي، هاي الكم هاي الكرسي. أهلا وسهلا فيك، تفضل. على الوصلة عم ناخده، خليني مازال يرتاح شوي. اكتشفت أنا وأنا هيك ما كنت عارفة المعلومة أنه البورصة أصل الكلمة يعود إلى اسم عائلة في بلجيكا، وهي عائلة فان دير بورسن البلجيكية الأصل كما قلت، واللي كانت تعمل في مجال البنوك، واتفق على أن يكون الفندق الذي تملكه هذه العائلة بمدينة بروج ببلجيكا مكان لالتقاء التجار المحليين في فترة القرن الخامس عشر، فأصبح بمرور الزمن رمز لسوق الأموال ورؤوس الأموال، وهيك يمكن كانت وبلشت كلمة البورصة. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك. عم نحكي عن البورصة اليوم، شو فيك تخبرنا عن البورصة؟ كيف تاريخ يمكن هالكلمة غير الكلمة غير الكلمة كتاريخ، هي سوق زي مثل أي سوق عموما. أوكي. لكن بدل تداول سلع ملموسة، تداول فيه أسهم الشركات المساهمة عموما. عمليات البيع والشراء لازم تتم في كل الصفقات اللي على الأسهم اللي على الشركات المساهمة، لازم تتم داخل سوق. فهو السوق سمي بالبورصة، وتقسمت البورصة بعد كده لبورصة رأس المال اللي هي فيها الأسهم والسندات، وفي بورصة الذهب والفضة والمعادن والسلع، وفي البورصة اللي بيتم فيها تداول العملات العالمية. وهي زي ما حضرتك قلتي بتنسب لواحد، لكن هي الكلمة في الأصل كلمة فرنسية، وهي اختصار لسوق تداول السلع والعملات والأسهم. طيب ليش في الأونة الأخيرة، يمكن عم نحكي من 10 سنين لورا، عم نسمع كتير صرنا البورصة، كلمة بورصة، ما بعرف إذا يمكن العلاقة بشي اقتصادي صار بدخول هالثقافة لبلداننا، شو الفترة الأخيرة فعلا في دولنا أو في دول في العالم العربي ابتدت الناس تتكلم عن البورصة، لكن هي البورصة موجودة من قديم الأزل. أكيد. يمكن من أقدم البورصات اللي موجودة في منطقة الشرق الأوسط هي البورصة المصرية، وكانت بتسمى في الأول ببورصة القطن، نتيجة أن مصر كانت مشهورة بإنتاج وزراعة القطن، وأن كان القطن بيتمثل بمواصفات من أفضل المواصفات العالمية، فكان بيتم فيها عمليات الشراء والبيع الخاصة بمنتج القطن نفسه.
البورصة المصرية يمكن عدى عليها دلوقتي أكثر من 115 سنة تقريبا منذ تأسيسها، لكن نشطت عموما في سنة 94 و93 ابتدت تنشط وابتدى يتداول فيها أسهم الشركات المساهمة، فاتطورت ومن هنا بدأت البورصات تظهر في العالم العربي. زي بعديها كانت البورصة السعودية، بورصة المملكة العربية السعودية، وبعدين بورصة قطر، وبعدين بورصة سوق الإمارات للأوراق المالية اللي هو عبارة عن سوق دبي وسوق أبو ظبي. ابتدت الأسواق دي تنشط نتيجة وجود قطاع كبير من شركات المساهمة بيمتلكوا في تنوع في الملكية. ما بقتش شركات عائلية زي الأول أو شركات حكومية مثل الأول، لكن بقت شركات مساهمة عامة. ودلوقتي يمكن شفنا في شركات مساهمة عربية وفي شركات مساهمة عالمية، يعني في المباح لكل شخص في العالم أن يدخل يشتري أسهم في شركة معينة مادام يرغب في الاستثمار في هذه الشركة. طيب كيف فتحت هالسوق للكل للجميع؟ كيف صارت الأسهم شيء متاح لكل إنسان عنده استثمار حابب يستثمر في البورصة؟ هو البورصة مفتوحة للكل، ده نتيجة إن في تكنولوجيا دلوقتي عالية جدا في الاتصال، بقى في تكنولوجيا في كيفية التعامل على السوق نفسه في الشراء وبيع، بقت كله أونلاين تريدنج موجودة في كل البورصات. ممكن الشخص من بيته يقدر يشتري ويبيع من خلال شركة وساطة، بمجرد أنه بيفتح فيها حساب ويديها بياناته ويحول أمواله عليها، من حقه أنه يدخل يشتري ويبيع في أي بورصة هو ممكن يختارها في العالم. لكن في بعض الأسواق المال بتمنع التملك لقطاع معين، يعني مثلا لو جينا نضرب مثال على السوق المحلي هنا سوق الإمارات وخصوصا سوق أبو ظبي، شركة اتصالات الإماراتية غير مسموح بتداولها للأجانب، مسموح بالتداول فيها للمواطنين فقط، المواطنين الإماراتيين. في كمان شركة الجرافات، وفي في سوق دبي شركة ديار ممنوع التداول فيها إلا للمواطنين فقط. فهي السوق مفتوحة للكل، لكن في قطاعات معينة ممكن أو شركات معينة ممكن المستثمر الخارجي أو الأجنبي يستثمر فيها، وفي جزء حصريا على المواطنين. لو حكينا وركزنا على المستثمر الشاب اللي يدخل يمكن لأول مرة غمار البورصة، كيف بيتم اختيار الأسهم؟ شو اللي يعني يمكن نصيحة اللي يعني كيف نختار الأسهم؟ دي موضوع طويل جدا عشان نقول نصيحة، أن كيفية الاختيار دي محتاجة وقت طويل، لكن هي باختصار يجب الأول أنه يدرس الشركة اللي هو بده يستثمر فيها أمواله، يعني وكيفية دراستها، أن يشوف ميزانيات هذه الشركة من ناحية نتائج الأعمال بتاعتها، محققة أرباح ولا محققة خسائر، يدرس المنتج بتاعها التسويق بتاعه مطلوب ولا 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 عندهم ركود في السلع اللي هم بينتجوها، المنافس بتاعهم قوي، هم كمنافسين أقوياء في السوق واخدين شريحة كبيرة من السوق يقدروا يسوقوا المنتج بتاعهم، ولا حصريا على دولة معينة ولا على قطاع معين من الأفراد. في الحالة دي هو المفروض يختار من نتائج أعمال الشركة اللي بتصدر في الميزانيات السنوية اللي بتطلع لهذه الشركة، وفي نفس الوقت ما يبصش للميزانية بس، ولكن يبص للهيستوري بتاع السوق مع الشركة دي، يشوف السهم بتاعها مثلا خلال سنتين أو ثلاثة كان سعره كام والوقت الحالي كام، الأرباح اللي هي وزعتها في سنة في آخر ثلاث سنين أو في آخر خمس سنين كانت توزيعاتها بتمثل نسبة كام من قيمة السهم بتاعها السوقية، عشان يقدر يختار بين الاستثمار في البورصة أو الاستثمار في فرصة بديلة زي إن هو يحط فلوسه في بنك وياخد عليها فايدة بدون ما يتعب وبدون ما يجهد نفسه وبدون ما يخسر جزء. بس لا علاقة بين الأرباح بتصور، لأنه البورصة معروف إنه هي تحقق الربح السريع في وقت قصير. ده للمضارب المحترف، لكن المبتدئ اللي داخل المبتدئ هيخسر أمواله ويطلع إذا ما بيعرفش حتة أنه يحقق ربح سريع عشوائي. أنا 99.9% هيخسر أمواله والله، يعني ممكن يربح في ديل وممكن يخسر في بقية الديلات، لأنه مش البورصة مش أن أنا بدخل أشتري أو أحط فلوسي وبعد شوية أسحبها لقيها كسبانة، لا ده هو عملية شراء وبيع. ممكن يشتري سهم معين يكون سعره مرتفع في الوقت ده في السوق، وبعد فترة يلاقي السهم سعره نزل ومحتاج يسيل فلوسه، هيبيع بخسارة أو هيشوف السهم سعره بينزل فهيخسر جزء من أمواله. لكن هي التوقيت اللي يشتري فيه
ونوع السلعة، وقبل كل ده لازم يحقق الهدف بتاعه من عملية الشراء نفسها. بده يربح 5% لازم يحط قبلهم ريسك 5% خسارة، لأن هي البورصة هي تجارة، مكسب وخسارة، مش مكسب فقط أو خسارة فقط، لكن على الأخذ بالأسباب عموما في كل شيء ممكن يوصل للنجاح، لكن الدخول بشكل عشوائي في أي تجارة ممكن خطر. بس يمكن خطر البورصة أكبر، لأنه بيكون في حطينا مساري خسارتنا كبيرة في وقت قصير أيضا، مثل ما كانت ربحنا ممكن يكون، فكمان الخسارة ومثل ما يقال قد ما تكون تجازف أكثر بمبلغ أكبر ممكن كمان تخسر كل هالمبلغ. فهي فوين ممكن ناخذ النصيحه لما نكون بعدنا فايتين بالبورصه؟ لانه اجمالا بتيجي عن طريق صديق، احيانا بتكون لما كنت مقيمه في الاردن حسيت انه دارج كثير موضوع البورصه في الاردن، لدرجه انه كنت مثلا ممكن بالمدرسه عم جيب الاولاد وهيك بيجي شخص بيقترح علي اذا بدي احط مساري بالبورصه اشتري اسهم وهيك، ما كنت مهتمه بس حسيت انه هي اول مره بتصير معي حدا وكذا شخص يعني. فمن وين بنجيب النصيحه الحقيقيه؟ هل هي ما هو يعني من ضمن الناس اللي حققت أرباح عالية من البورصة أوقات الرواج، يعني أوقات نشاط سوق المال عموما، عدم وجود أزمات مالية عالمية وعدم وجود مشاكل سياسية في الدولة اللي فيها السوق اللي الإنسان بده يستثمر فيه. يمكن من ضمن المؤثرات في سوق المال الوضع السياسي للبلد، فهو دايما الأساتذة بتاعنا علمونا أن الاقتصاد والسياسة وجهين لعملة واحدة، فإذا كان الوضع السياسي على مستوى الدولة اللي بدي أستثمر فيها آمن ومستقر ومستتب وشايفين في استثمارات وفي إقبال على إن على مستثمرين يدخلوا الدولة ويضخوا أموال منهم من يحولوا أموالهم من الخارج للاستثمار في نفس الدولة، ده بيكون سوق كويس إن أنا أدخل أستثمر فيه أموالي. لكن زي ما قلت لحضرتك قبل ما الإنسان يدخل السوق لازم يختار السهم اللي بيحقق أرباح من خلال دراسة السوق على السهم نفسه لفترة معينة، ومن خلال دراسة الميزانيات بتاعت هذه الشركة خلال 3 أو 4 سنين يشوف معدل نمو الربح فيها عالي أو نازل. هي دي الأسباب الرئيسية اللي ممكن ياخد فيها قرار الإنسان ويدخل يستثمر وهو آمن على أمواله بدون ما يكون عنده أي، هو كل التجارة عموما فيها ريسك أكيد، لكن كل ما خد بالأسباب كل ما كانت نسبة الخسائر عنده مش كبيرة وممكن يحقق فيها أرباح. وعموما نصيحة إنه ما يستثمرش كل أمواله في سهم واحد ولا في الأسهم عموما، يعني ولا يدخل بها دفعة واحدة، لازم يعمل حسابه يقسم أمواله على دفعات، مثلا يدخل ب 30%، شاف 30% محقق أرباح يزود، شاف أنه هو السهم اللي هو اشترى سعره نزل وخلاص ما بدوش يخسر ممكن يشتري دفعة تانية من السهم، يقوم يقدر يعمل متوسط للأسعار اللي هو شاري بها تقرب أنه هو يطلع من السوق بمكسب. يعني ما فيش قطاعات معينة نسبة الريسك أقل فيها يعني مضمونة أكثر من غيرها في الأسهم، والتجربة والتاريخ يوري قديش أنه هي لا ماشي حالها يعني ولا ما مش شارك. في الفترة الأخيرة في آخر 5 سنين في مجال الأسواق العالمية عموما كان قطاع الاي تي الانفورميشن تكنولوجي والاتصالات هو الأقل ريسك، هو الأقل في المخاطر، بل شفنا على مستوى بورصة أمريكا مثلا هي السوق العالمي جوجل حققت أرباح عالية جدا، آيفون أبل حقق أرباح عالية جدا، هنا في الإمارات قطاع الاتصالات خصوصا شركة الاتصالات وشركة دو محققين، أي نعم هم نزلوا مع الأزمة المالية بنسبة لكن ما نزلوش بنفس المعدل اللي نزلوا القطاع العقاري ولا القطاع التأمين ولا قطاع البنوك. في بنوك خسرت أكثر من 60 أو 70% من قيمتها في خلال الأزمة المالية، لكن قطاع الاتصالات في الوقت الحالي هو اللي عليه رغبة من كثير من المستثمرين أن هم يدخلوا فيه لأنه غالبا بيحقق نسبة عالية من الربحية. يعني ممكن حضرتك تتخيلي على المستوى الشخصي الإنسان بيستهلك قد إيه من دخله بنسبة عالية، لو بصينا لها هنلاقي يا إنترنت يا تليفون، لا بيتصل في التليفون صحيح. يا قاعد على الإنترنت، فهم دول جزء كبير من دخله رايح لمين؟ رايح للمستثمرين اللي بيحققوا منه أرباح. لكن لو على القطاع العقاري الإنسان بيشتري بيت ممكن يقعد عمره كله ما يشتريش تاني.
شكرا شكرا جزيلا جزيلا سيد يحيى عبد العظيم على مشاركتك معنا. واذا التأني والانتباه، البورصة مش ربح على الحل، في خسارة كمان وممكن تكون خسارة فادحة، خاصة للشباب اللي يكون عندهم شوية مصاري وبدهم يستثمروه. احنا سنتوقف مع فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا.